زي ما قلت لحضراتكم في مقدمة البرنامج إن حلقتنا النهاردة مميزة جدا وحلقة خاصة جدا وختامها مسك من القاهرة من مصر أم الدنيا من أشياء كثيرة بتحصل في البلد دي. بنختم يمكن حلقاتنا لهذه الفترة بهذه الحلقة المميزة جدا لوجود شخصية غير اعتيادية، شخصية لها رؤية للمستقبل، لها بصمة واضحة على إنجازات كثيرة حدثت في عهده كوزير وما زالت تحدث كعهده في عهده الآن. وكان وزير ثقافة فنان، وزير بيدير وذو موهبة خارقة، له شخصية وله بصمة مش بس على الفن التشكيلي في مصر ولا في الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم. لما تذكر الفنان الوزير فاروق حسني في أي مكان في العالم له بصمة وشيء بيشرف كل مصري وكل عربي. إنجازاته كثيرة في عهده كوزير للثقافة والأثار في لفترة طويلة كانت واضحة جدا، يمكن وتم مشاريع كثيرة، تم افتتاحها القاهرة التاريخية، شارع المعز، تطوير قصور الثقافة، مشروع القراءة للجميع، كثير وكثير، ولو عدينا هنلاقي أشياء كثيرة، بس الأفضل إن احنا نسمعها من معالي الوزير والفنان كما يحب أن ينادى لقبه فنان، لأنه دايما كان بيقول إن الفن هو اتولد معاه طفل وبيكبر ما حدش يقدر يوقفه، الطفل بينمو. فالفنان الوزير فاروق حسني، أهلا وسهلا. أهلا بيك. أنا بشكرك وبتشرف بوجودي مع حضرتك هنا. الله يحفظك، دي فرصة في هذا المكان الجميل اللي يعني متهيألي كل مشاهدينا في أمريكا وفي كندا وفي أستراليا بيتمنوا إن هم يكونوا يشوفوا المكان ده. بشكرك. بشكرك شكرا جزيلا. خليني أبدأ مع الوزير معاك من البداية. موهبة الرسم كانت من الصغر، خلينا نبتدي بالفن. طبعا أي فنان يعني فنان حقيقي بيبدأ من هو طفل، ما عرفش إمتى ابتدى، بيبدأ وبعد كده بقى بيثقل موهبته بالدراسة وبالتجربة. الأسرة والتربية الأسرية كان لها تأثير على لها تأثير كبير جدا. البيت كان يعني في نوعيات مختلفة، في الشاعرة وفي أخويا اللي رباني يعني غاوي جدا موسيقى وغاوي يحب الفن، وما كانش يعني بيرسم لكن كان بيجيب معدات الرسم ويرسم. فخدتها أنا بعد كده يعني. وحضرتك تدرجت في هذا المجال، وصلت لمستويات يعني كلنا بنفخر بيها. ولكن كيف تدرجت لأن تصبح وزير للثقافة والأثار في وقت كانت وزارة الثقافة والأثار وزارة واحدة قبل ما ينفصلوا؟ والله شوف، هو تجربتي في الحياة زي ما انت عارف بدأت من وانا صغير جدا مدير الثقافة، والثقافة ده يعني يعتبر وزارة ثقافة مصغرة لأنه في المكتبة وفي المسرح وفي السينما وفي القاعات التشكيليين والمحاضرات ويعني ايه توليف. فدي كنت انا في سن صغيرة جدا، فتعلمت فيها معنى البرامج، ازاي تدي برنامج لمدة سنة في معقل معين. صحيح. وبعد كده سافرت لباريس، مركز ثقافي في باريس، والمركز الثقافي في باريس مختلف جدا عن أصل الثقافة، لأن أصل الثقافة ده بيقدم العالم للمصريين، أما المركز الثقافي في باريس فتقدم مصر فقط للعالم الخارجي. صحيح. وبعد كده بعد 9 سنين في فرنسا ثم يعني رحت روما. كنت رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما 9 سنوات أيضا، فيعني دي أرضية تعرفت بها على شخصيات دولية كبيرة، أدباء ومفكرين وفنانين، والنشاطات اللي شفتها إما في باريس أو روما طبعا دي تعلم أي حد يعني. صحيح. فالواحد لما جاء أنا كنت بشوف مصر من الخارج. أيوة يعني. أيوة. وبعدين أنا مولود بحب الآثار يعني بحبها جدا. أيوة. وكنت دايما وأنا في الجامعة كنت كل عام أطلع لحد أبو سمبل سنويا
أنا ومجموعة من زملائي في الكلية. فكنا نرسم الأثار ونشوف تاريخها وكده. فدي يعني كانت يعني حاجة برضو أضافت لي وساعدتني جدا عندما تناولت وزارة الثقافة لما كان فيها الأثار. وحضرتك نظرتك الخارجية لمصر من بعيد بيبقى لها شكل مختلف عن لما أكون في الداخل طبعا، وخاصة من باريس ومن روما وإيطاليا، يعني في عمق هناك في الثقافة. فكيف وجدت مصر من الخارج؟ والله شوف، يعني أنا طول عمري بحبها قوي من وأنا صغير. لما خرجت برا حبيتها أكتر لأن شفتها بمنظور عين الطائر من بعيد، وبعدين ابتديت أحصي ما تملكه هذه الدولة. صحيح. فإحصاء الكائنات المؤثرة اللي موجودة في الدولة كثيرة جدا، لدرجة أن أنا عندما أعرض علي منصب الوزير الثقافة أنا رفضت في البداية، لأنه أنا عارف أن دي مسألة واسعة جدا في مصر وعندها إمكانيات مهولة. هذه الإمكانيات يجب أنها توضع في أماكنها الصحيحة. لكن لما يعني أجبرت أن أمسك الوزارة فضربت غطس فيها وخلاص. يعني لا، حضرتك أنجزت وأدرت على أكمل وجه. وكان وأعتقد يعني أنه ما كانش ينفع في هذه الفترة يكون في وزير ثقافة غير فاروق حسني. والله شوف، أنا يعني أنا خدتها بقى قلبتها لهواية بدل ما تبقى يعني مسؤولية بهواية وحكومة وكده. يعني أنا يعني ما اعتبرش نفسي وزير، يعني الوزارة دي أو الوزير ده موظف وبيشتغل بشكل يعني روتيني. أنا الحقيقة أخدتها بشكل زي ما برسم، قلت أنا أعمل الدولة دي بما فيها زي ما برسم بالظبط عشان تبقى لوحة أنا أرضى عنها في الآخر. احنا هنرجع طبعا للفن والرسم، بس أنا عايز أسأل حضرتك، الـ وجودك في الخارج يمكن ده ساعد ان انت تطور وتترجم التراث الخارجي الى اللغه العربيه عشان الناس انها تعرف ايه اللي بيحصل في الخارج. والله بص، الثقافه لانها يعني هو شموليه جدا، وكل دوله لها يعني تراثها وثقافتها وكده. مصر الحقيقه يعني هي زي الأسفنجة، تمتص أشياء كثيرة جدا كما امتصت طول تاريخها الغزاة، امتصت ثقافات أخرى. فأنا متأكد أن أي طرح فيها حيثمر ويعطينا قيمة عظيمة جدا. وحضرتك أرسلت فرق فنون شعبية وتراثية إلى العالم كله، مصرية، عرفت الناس بمصر. شفت حضرتك ازاي ده وتأثير والرياكشن والفيدباك من الأجانب ومن العالم كله عن مصر؟ احنا ثقافة اكزوتيك، يعني صحيح ما تجد فيها، زي ما قدمت الفنون الراقية قدمت ايضا الفنون الشعبية القيمة والمنتقاة. فانا قدمت يعني صعيد مصر بثقافاته. أيوة. سواء كان فنون التشكيلية دي كانت بالسجاد اليدوي أو الحرف اليدوية، قدمت الموسيقات وقعدت يعني أقدم الموسيقى بشكل يعني قسمت الفرقة قبل تبقى الفرقة كاملة. أيوة. وبعدين أجيبها ثاني في مناسبة تانية، المزامير فقط، مناسبة ثالثة الدفوف أو الأرغول. فيعني إيه، حبي للحاجات دي خلاني أعرف أقسم بيها. صحيح. برا أقدمها. صحيح. لدرجة أن حضرتك حدثت الثقافة، يعني حدثت الثقافة المصرية حتى القديمة والحديثة. ما هو ده كان هدفي، كان أول سلوجن عندي تحديث الرؤى الثقافية. يعني مش ممكن أبقى سنة 90 وأشتغل بشغل الستينات. مظبوط. وعقلية الستينات. صحيح. يعني الإبداع لا يبلى ولكن يتجدد. فأنت لما ابتدينا نشوف عندنا إيه وإزاي نحوره للأحسن والأكفأ والأكثر تأثير والأكثر التصاق بالعالم الخارجي كله، العالم العربي ثم العالم الخارجي،
يعني كان عندي طموحات كبيرة جدا. صحيح. ووجدت انتقادات أعتقد في البداية. طبعا يعني أصلا شوف أي شيء جديد لازم يبقى في انتقاد. أيوة. وأنا من قراءتي للتاريخ العالم يعني كل المحدثين وأصحاب الرؤى يعني اتبهدلوا في البداية طبعا. بالعكس أنا كنت كل ما الاقي ان في هجوم مضاد أعرف إن أنا بنجح يعني. وإحنا دايما اللي إحنا كنا بنلاحظه خلال السنين اللي فاتت وما زلنا إن حضرتك كل يوم بتزداد احتراما للعالم، العالم كله فيه احتراما بيزيد لحضرتك، في تقدير، في ثقافة، في عمق لما الناس بتشوف لوحات حضرتك وفنك وإدارتك الحكيمة للوزارة في خلال السنوات الطويلة دي كلها. ده طبعا بيدل على شخصية مختلفة، شخصية غير اعتيادية. وزارة الثقافة والأثار كانوا الاثنين مع بعض وزارة واحدة، رأي حضرتك ده مظبوط ان هم ينفصلوا؟ لا لا لا، انا طول عمري اقول الكلام ده. كان في مدعين كانوا ضدي يعني، فهم شافوا ان الانجاز في الاثار بيسمع جامد كويس، وهم مش عايزيني ابقى يعني اقعد. مع ان انا جيت لهم يعني، انا جيت لهؤلاء صحيح، ما جيتش لحد تاني، جيت عشان اخدمهم، قلت انا خادم المثقفين ولست رئيسا لهم. اللي حصل ان طبعا انفصال الاثار عن الثقافه دي كارثه كبيره جدا طبعا جدا، لانك انت بتعتبر الاثار ايه؟ مش تاريخ يعني؟ التاريخ ده مش ثقافه ولا صحيح. ايه؟ وبعدين انا بقول انه اي شيء اخر بعيد يعني، مثلا عندك النهارده انضمت للسياحه، السياحه والاثار في شبه لكن مش ما يعملوش يعني، الشبه للي مش عارف صحيح، انما للي عارف هيقولك لا، هيبقى ده خطا كبير جدا، لان السياحه ممكن تكون سياحه ترفيهيه، ممكن سياحه علاجيه، ممكن سياحه ممكن اصلا مش مرتبطه بالاثار زي الثقافه. شوف انت الثقافه هتحافظ على التراث، تراث لانه تراث وانه تاريخ وانه وتبقى فاهم ده، وهتثقف الشعب بيها صحيح، وتعرف تتعامل بيها مع الشعب، تخليه يحترمها ازاي. انما انت ما تيجي تقول مثلا اولا يعني وزير السياحه هيبقى مضطر انه يبعد شويه عن الاثار لانه لازم ينجح في السياحه، والسياحه دي وزاره صعبه جدا طبيعي. انك بتبيع شيء، فبيع الشيء ده لابد انك انت اولا تشوف يعني نظريه البيع، السعر الاقل والجهد الاكبر والتسويق تسويق وهو الى اخره، فانت هتيجي على الاثار هتيجي عليها ليه؟ لانه لازم ينجح في السياحه، والسياحه لما تنجح فيها ده اقتصاد للدوله. فانت وبرضه يعني حاجه يمكن اتذكر بيها الساده المشاهدين واتذكر بيها نتذكر كلنا، ان حضرتك وضعت حجر الاساس لاكبر متحف حضاري للانسانيه وليس لمصر فقط، للانسانيه، والمتحف المصري الكبير اللي يمكن افتتح هذا العام. والله احنا عملنا فيه يعني قبل ما امشي فتحنا جزء كبير جدا منه، فتحته السيده سوزان مبارك. ايوه. كان الجزء المهم الغير مرئي اللي هو مراكز العلميه ومراكز الترميم البحث والمخازن وتحريك الـ يعني الاثار الضخمه جدا بالاوناش وكده. ف هذا المركز او هذه الاداره فيها اهم ادوات ترميم ايوه بتبقى موجوده النهارده في العالم، مش موجوده في حته تانيه. والمتحف المصري الكبير اللي هيفتتح معالي وزير الثقافه السابق فاروق حسني وضع حجر اساسه، يعني المشروع كبير ومشروع يعني متحف المصري الكبير اكبر متحف للحضارة الإنسانية في العالم كله. حضرتك من ضمن الإنجازات كان في مشروع مكتبة الأسرة، وفي الوقت ده كانوا الناس الأسر فعلا بدأت تشتري كتاب، بدأوا يقروا، بدأنا نشوف حاجات مختلفة عن الفترة السابقة. كان الكتاب أهمل في وقت من الأوقات. في هذه الفترة حضرتك قمت بمشروع مكتبة الأسرة، شفت له انه اثر على ثقافه الشعب المصري؟ طبعا على الشباب بالذات والاسر، لانه مكتبه الاسره كان
فلسفتها مبنية على أقيم الكتب التي تظهر في العالم، فأنت بتترجم ده عشان تبقى متواصل مع العالم في تفكيره ورؤيته وكده. يعني ده كمان خلانا نعمل الآتي كويس، يعني كل موضوع بيفتح موضوع تاني. احنا كان عندنا نقص كبير جدا في المكتبات، يعني لما جيت كان دار الكتب جزء من هيئة الكتاب وما فيش مكتبة تانية. فأنت طيب يعني بتنتج كتب ليه؟ عشان مين يقرأ؟ وهيقرأ فين؟ وهتتباع فين؟ فكان عندي مشروع مكتبات المدن. أيوة. وده تم تقريبا أغلب مدن مصر بقى فيها مكتبة، مكتبة المحافظة. صحيح. يعني القاهرة فيها مكتبة والجيزة فيها مكتبة. لكن المشروع الأهم بقى إزاي نوصل للقرى والنجوع بمكتبات مركز ثقافي، مكتبة حديثة جدا. أيوة. معاصرة، ومش بس كتب عربي وكتب أجنبية أيضا إنجليزي كده، عشان أبنائنا في القرى والنجوع أسماء غريبة جدا. يعني الفترة اللي قعدت فيها كنت عملت في النجوع بس 150 مكتبة، وال150 مكتبة دي ما تقضيش. يعني كان عندي حاطط في خطتي كل سنة أعمل ما أقرب من 15 مكتبة عشان أغطي مصر كلها. لكن ابتدت، وأنا شايف إن لها تأثير كبير جدا على الشباب في الأقاليم بالذات. صحيح. مصر ما هيش القاهرة ولا اسكندرية. صحيح. مصر كلها الأقاليم، وفي نابغين وفي منتهى الإجتهاد الفكري والذهني موجودة أيضا في الصعيد وفي الأرياف. ومشروع القراءة للجميع وريادة هيئة الكتاب لتنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، ده كان له تأثير، أعتقد أنه كان له تأثير كبير على الثقافة. والله كان في دكتور سمير سرحان الله يرحمه رئيس هيئة الكتاب. صحيح. ويعني درج المثقف كبير، وكنا يعني متفاهمين جدا، فكل وحدنا رؤانا علشان معرض الكتاب ده بقى سوق ضخم جدا ويمتلئ بالشباب. ولما يمتلئ بالشباب ما سيبهوش بس للكتاب، اعمل له نشاطات اخرى، يعني المقهى الثقافي، المسرح، الموسيقى، يعني حطينا نحط له الثقافه كلها في معرض الكتاب. صحيح. استفاده بالملايين اللي بتدخل يعني. صحيح. وحتى يمكن في هذه الفتره قصور الثقافه تم تطويرها، بدانا نشوف فنانين بيقولوا احنا من اصل ثقافه الانفوشي، اصل الثقافه في الصعيد، اصل الثقافه في يعني في اماكن مختلفه ما كناش بنشوفها قبل كده. فكان قصور الثقافه كان لها تاثير كبير ايضا. هقول لحضرتك، اصل الثقافه ده ممكن يبقى اهم معقل مؤثر في وطن زي وطننا. ليه؟ لان احنا شعب يعني يعوز المعرفة والإدراك والاتصال بالخارج. فأصل الثقافة ده في مكتبة مش أقل من 30,000 كتاب، بالإضافة عنده مسرح وسينما وكده. يعني كان في فترة سابقة قصور الثقافة كان أحيانا يعني حماس الإدارة القبلية. أيوة. بفترة فكانت يعني بدأت تاخد أي أماكن، بنت أماكن، لكن تاخد اي ما اماكن بشكل مختلف، تعملها شقق وكده وتعملها قصور ثقافه. طبعا قص ثقافه عشان يبقى مقاييسه مظبوطه، لانك مش ممكن اطلاقا تخش تسمع محاضره في قاعه كبيره جدا، هتضيع منك. صحيح. ولا ضيقه جدا فهتخنقك، تبقى عايز تقوم. دي مقاييس لازم تتعرف، ان القاعه الندوات كذا، قاعة المرسم كذا، المسرح كذا، يعني دي لها مواصفات. لما تتحط المواصفات مظبوطة تأكد ان حيباته عندك مش هيمشوا الشباب. انا شايف ده تأثير يعني وتأثير ايجابي للثقافة الغربية ايضا لحضرتك دراسة زي المقاييس و... طبعا ده مفروض طبعاً. بالتجربة الحقيقة حسيتها، يعني التجربة حسستني اما كنت قاعد في قاعة والقاعدة كبيرة قوي وفي محاضر،
يعني ههرب منه، يعني دماغي هتروح بعيد عنه. صحيح. حضرتك يعني في وقت من الأوقات كان لك حدث يعني هز ناس كتيرة وما كناش متعودين عليه، إن في عام 2005 أعلنت مسؤوليتك الأدبية عن حريق مسرح قصر ثقافة بني سويف وقدمت استقالة في وقت إحنا ما كناش بنعرف، يعني كان كل تخيلنا إن الوزير ما ينفعش يقدم استقالة، يعني وصلنا لمرحلة إن حضرتك قدمت استقالة وتم رفضها من الرئيس السابق حسني مبارك، نوجه له التحية، رفض استقالة. والله أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا ما عملتش حاجة غير أكون مقتنع بيها جدا، يعني وطلع صادق. الفن علمني كده، يعني الصدق، يعني كنت هتشوف فن صادق هتحس بيه، مش صادق مش هتحس بيه. فأنا في الحقيقة رحت لما سمعت إن في حريق في بني سويف. أيوة. وده في الصعيد يعني أول سنة، فأنا قلت لا لازم أروح أشوف وأشوف إيه ده، وصل لفين الحريق. فلما رحت حصل لي صدمة عصبية شديدة جدا، لأن في منهم أصدقاء لي أنا نقاد ماتوا، بس أنا ما عفتهمش من الاتهام، لسبب إن أنا لما رحت شفت القاعة اللي اتعمل فيها المسرح ده أو الرواية، قلت إزاي ما حدش يقول لهم، إزاي مسؤول ما يقول لهمش إن دي ما تنفعش، إزاي النقاد اللي راحوا عشان يحضروا حضروا وما قالوش إن ده ما ينفعش، وكانوا أول المخترقين للأسف، لأنها قاعة مغلقة أشغل باب واحد وصغيرة مش كبيرة، قاعة صغيرة جدا، يعني استغرب إزاي وتحملت كل الناس، وفي نفس الوقت اتحط الديكور كله أشياء قابلة للإشعال، للإشتعال بسهولة جدا، وحاطط ما يقرب من 105 شمع نوارة. طب انت ايه اللي يضمن ده؟ فطبعا لذلك الحريق كان سريعا جدا، يعني لا يلحق مواد قابلة للإشعال وفي 105 شمعة، طب انت هتمسك ده زي باب واحد كله تدفع عشان يخرج. فانا الحقيقه يعني حسيت بغصه شديده، ما انا بعيده عني، انا يعني انا لما كلمت الرئيس كلمني لما انا قدمت استقالتي، قال لي طب انت مالك، انت بعيد وانت تحتيك كذا مسؤول، ازاي ما تصرفوش؟ وبعدين دي المسؤوليه الاولى للمحافظ كمان، يعني المحافظ دي شغلته، كان لازم يروح شغل. بس انا ما حسيتش بارتياح الا لما استقلت، يعني حسيت ان انا على الاقل عاقبت نفسي بشكل، يعني هو ده بيوضح يعني حضرتك رغم المسؤوليه الكبيره في الوزاره والحكومه والعنف الاداري، رقه مشاعر الفنان ظهرت في الوقت في وقت المناسب. لا يعني هو طبعا انا بكلمك عن شعور حقيقي، يعني صحيح شعرت بيه، ورائحة الجثث المحترقة في 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 يعني في أنفي وإحساسي، والمنظر يعني ده كان يخليني أعمل أي حاجة أكتر. وده حقيقي كان له تقدير من العالم كله، مش بس من مصريين، من العالم كله، يعني عرفوا إن في فعلا وزير إنسان فنان قبل أن يكون وزيرا. بتعتقد حضرتك أهم إنجازاتك في الوزارة أو الشيء المقرب لحضرتك المشاريع اللي انت لحد دلوقتي بتقول يعني سعيد لما بتفتكرها؟ المتاحف المتخصصة، المتاحف الإقليمية من أسوان لإسكندرية، كم الترميم الهائل في الآثار الفرعونية والإبطية واليهودية ثم الإسلامية. صحيح. يعني دي حاجات كلها أنا أفتخر بها، لأنها كانت ترميمات بمزاج عالي جدا. صحيح. وبعدين استعمال الاثار، يعني انا الاثار بتقفل لما تبقى فاضيه، ولما المبنى يغلق وهو فاضي بينهار، يعني بيتداعى وينهار في الاخر، لازم يبقى في روح، في تنظيف مستمر، في انسان جوه فانا حاولت مجموعه من الخنقوات والقصور الإسلامية والبيوت إلى مراكز إبداع.
صحيح توازي قصور الثقافة، وحبيت أعمل ده عشان أخلي قصور الثقافة تتحمس لشغلها، يبقى في تنافس مركز الإبداع وقصور الثقافة، يبقى في نوع من التنافس. صحيح. احنا يعني هنطلع فاصل بسيط وهنرجع للفنان فاروق حسني وانجازاته الفنيه المستمره واشياء كثيره هنتحدث فيها بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين فاصل ونستكمل هذا اللقاء الشيق جدا 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 مع الانسان والفنان والوزير فاروق حسني. سيبكم. قامت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون حفلا كبيرا للإعلان عن جوائز الدورة الأولى لمسابقة الفنون بحضور وزيرة الثقافة الفنانة إناس عبد الدايم. هو الحقيقة ده كان حلم قديم كمان، بالإضافة أنه ما فيش شك أن أنا شايف أن الحركة التشكيلية هبطت شوية، فإحنا بنحاول أن احنا ندعمها بشباب جديد. أنا سعيد جدا بالحكاية دي وسعيد بالولاد كلهم، يعني الحقيقة كل الـ 71 كلهم، كل واحد فيهم يستحق الجائزة. الحفل شارك فيه عدد كبير من الفنانين التشكيليين والشخصيات العامة، مثل العالم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الأسكندرية، والإعلامي مفيد فوزي، والكاتبة الكبيرة فريدة الشباشي، إلى جانب عدد من الجاليات الأجنبية في مصر. وجود مؤسسة ترعى الثقافة والفنون يحمل اسمها اسم كبير جدا وهو الوزير فاروق حسني، كان واجب علينا ان احنا نفكر في اكتر من اتجاه، ان يكون في مجموعه من الجوائز مش بس في الفنون التشكيليه ولكن في مختلف انواع الفنون. وكان التفكير المبدئي ان احنا نبدا بجائزه التصوير، واعتقد انها فكره مهمه جدا ان يبقى في مؤسسات مجتمع مدني الى جوار وزاره الثقافه تقوم على رعايه الفنون والثقافه، ده امر مهم جدا. الدورة الأولى من مسابقة فاروق حسني للفنون شارك فيها 453 متسابق، وجرت عملية التصفيات على أكثر من مرحلة حتى تم الاستقرار على 71 عمل فني ليخوضوا الجولة النهائية. استقرت لجنة التحكيم على 10 أعمال من منهم العمل الفائز، وكل ده تم بشفافية واستقلالية تامة. يوم جميل يوحي ويؤكد إن شاء الله مستقبل الفنون التشكيلية هيكون في مصر كبير زي ما كان ماضي كبير، أدام في إيد واعية وإيد على قدر كبير من الاحترافية والفهم، بتقدر تكتشف الفنانين دول وتقدر تديهم الفرصة إن هم يوجدوا مكان ليهم ويحققوا نفسهم. اللافت إن المتسابقين المشاركين بيمثلوا 21 محافظة وأعمارهم أقل من 35 سنة. إحنا في المعرض ده موجود تنوع جميل جداً، في اختلاف بين كل عمل والتاني، وفي شخصية واضحة ومتميزة جدا شخصية الفنان. الموجودين النهاردة احنا بنتوقع لهم مستقبل مثمر جدا لان المستوى كان عالي جدا. بإعلان الفائز انتهت الدورة الأولى من مسابقة فاروق حسني للفنون، وبدأت رحلة جديدة من اكتشاف موهوبين من المصريين المعجونين بالفن، لكن محتاج حد يكتشفهم. أتمنى عشرات يبقوا كلهم زي فاروق حسني وأكثر، لأن ده هيسعدني جداً.